ثانية غامضة من الكون، في ذراع منعزل من مجرة عادية تدعى درب التبانة، تشق حفنة من الكواكب طريقها حول نجم قياسي. لكن ألقوا نظرة أقرب على الكوكب الثالث، وها هو كوكب أزرق لا يهدأ، ذو لب أحمر عنيف، يستمد طاقته من الصهارة الموجودة في باطنه، ينفجر وينزلق ويرمي ويتراشق وأحياناً يقتل، حيث تتصادم القارات وتنفصل عن بعضها ثانية، حيث تثور البراكين وترتفع جبال في السماء وتوجد مدن تنتظر الموت. كل هذا بسبب الصخور السائلة التي ندعوها بالحمم، وأصلها من الصهارة، رحلة للعودة في الزمن إلى أصول الأرض. انضموا بعد ذلك إلى الجولة المثيرة لاكتشاف أحجية ماضينا، لنحلق إلى حاضرنا الخلاب، لنزور حلقة النار المتفجرة، وتأملوا إن كنتم تجرؤون الكوابيس المتناثرة والعالم الذي تحركه الحمم، الذي ما زال يخبئ لنا في المستقبل موجات تسونامي ضخمة وزلازل أرضية هائلة ورعب ثوران البركان الهائل. انضموا إلينا في هذه الرحلة القصيرة المذهلة والخطرة عبر الماضي والحاضر والمستقبل في مكان يدعى الأرض، وهو كوكب مدهش بحق. أهلا بكم في الفردوس، مع نافذة مطلة على الجحيم. هذه جزيرة هاواي الواسعة، موطن كيلاويا، واحد من أنشط البراكين على وجه الأرض، وربما كان أفضل مكان لرؤية ألوان الكوكب بينما تنبثق فيه الحياة. بالنسبة للشاعر، قد تذكره هذه المادة الرائعة التي تتسرب وتتراشق خارج البركان بشريان الحياة المتوهج الذي يضخ الدم من قلب شديد الاحمرار من الأرض الحارة والحيوية. قد تكون المقارنة الأشد ملائمة حالة سيئة من عسر الهضم. إنه كوكب يرشح ويرشق ويدمر ويطرح ويبعث الغاز، غازاً ساماً للغاية. سواء كان من قلب نابض أو من أحشاء تخرج ما فيها، الحمم البركانية هي لمحتنا الوحيدة المؤكدة إلى الجزء الداخلي من الأرض، إلى محرك من التدمير والخلق يقزم كل القوى العظمى لسكان الكوكب من البشر. ماذا يوجد في الأسفل؟ نحن على الأرجح نعلم أموراً أكثر عن باطن القمر والشمس والنجوم مما نعلمه عن باطن كوكبنا. لذا هذا الرسول الأحمر ليس فاتناً وحسب، إنه ثمين أيضاً. اتبعوا هذه الحمم إلى الأسفل نحو مصدرها، وسترون المجال المنصهر الذي يشكل الجزء الأعظم من حجم الأرض، الوشاح المؤلفة من الصخور الساخنة جداً والكثيفة والحارة جداً، لدرجة أنها تتحرك كالحلوى الدبقة المشعة. يستدير الوشاح بحركة بطيئة للغاية تفصلك 1600 كيلومتر إلى الأسفل قبل أن تصل إلى نواة الأرض، وقد يستغرق الأمر ملايين السنين لتعود الصهارة إلى الأعلى في شكلها المتراشق. إنها هاواي. للحصول على لمحة فقط لما يمكن للحمم فعله، قوموا بتصريف البحر الذي يحيط بسلسلة جزر هاواي وجميعها أبناء للبراكين. تتقدم الجزيرة في السن من الجنوب إلى الشمال تدريجياً وبعناية. أصغرها هي الويهي، والتي تعج الآن بالحمم البركانية، لكنها لن تظهر على السطح قبل 50 أو 100 ألف عام. ثم هناك جزيرة هاواي الكبرى، والتي تضم 5 براكين، والتي تمتد من قاع المحيط وحتى السطح ليقارب ارتفاعها ارتفاع جبال الهيمالايا. كلما اتجهت نحو الشمال صغر حجمها لتزول وتتآكل بمرور الوقت.
كل واحد أكبر سناً من سابقه، وجميعها ككل اليابسة على وجه الأرض نشأت من الحمم البركانية. ما يتضح على الفور هو أن الحمم أنشأت فردوساً في غضون شهر في الشمال الملتهب. بدأت النباتات تنمو. إن السطح البركاني ثري بالمغذيات الآتية من بطن الأرض. في غضون سنوات فقط حول ضوء الشمس والرطوبة والكائنات المجهرية الحمم البركانية إلى تربة، وتفجرت الحياة. لطالما جذبت هبات البركان البشر إلى منحدراته، لكن ما ينشئ الفردوس هنا ينشئ أيضاً قوى هائلة مؤذية في مكان آخر. بركان سان هيلين في أمريكا، بركان فيزيوف وإيتنا في إيطاليا، وأنزن في اليابان، وبيناتوبو في الفلبين، جميعها تعبير عن الرهبة والرعب. ليس من ثوران البراكين وحسب، بل أيضاً من القوى المروعة الأخرى القادمة من العالم الذي تحركه الحمم. الزلازل، موجات تسونامي، الانزلاقات الأرضية، وسلسلة كاملة من الظواهر الطبيعية الفتاكة الأخرى. ألقوا نظرة على الأماكن الموجودة على كوكب الأرض حيث تثور البراكين وتقع الزلازل، وسيبدو الكوكب كشيء تم تقطيبه معاً من قبل الدكتور فرانكشتاين. لكن هذه ليست غرزاً، بل هي جراح في العالم، حيث يمزق الكوكب نفسه إرباً إرباً ويخرج ما في أحشائه. والأماكن الأخرى حيث تحدث هذه الاصطدامات ويلتهم الكوكب نفسه حياً هي الأماكن التي تحدث فيها معظم الزلازل وتنفجر فيها معظم البراكين. ما سبب اضطراب الأرض؟ ما سبب اهتزاز الأرض بهذا الشكل العنيف؟ وثوران البراكين بقوة متفجرة؟ وارتفاع السلاسل الجبلية الضخمة إلى ارتفاعات مهولة؟ الإجابة هي تكتونيات صفائح. الحمم ببساطة هي البصمة السطحية للمحرك القوي الذي يقودها، وهي كل تلك الصهارة الذائبة الموجودة أسفل القشرة. سطح الأرض مقسم إلى عشرات القطع ذات الأحجام المختلفة. الصفائح تنزلق كما لو كانت سيارات اصطدامية كوكبية. تطفو الصفائح رغم كتلتها الهائلة بسبب وجود مادة أشد كثافة أسفلها. الأجزاء القارية من الصفيحة هي الأخف. الصخور الجرانيتية التي قد تبدو ثقيلة بالنسبة لكم ولي ما هي إلا فلين مقارنة بما يوجد في الأسفل. إنه قدر ضغط مغلي من الصخور الذائبة الصهارة. معظم الحدود التي تفصل بين الصفائح الفردية غير مرئية لأنها مخبأة أسفل المحيطات. بفضل الأقمار الصناعية والسونار بتنا نعرف مكانها ومدى تأثيرها. إذا أزلنا المحيطات سترون عرفاً طويلاً وسط المحيط، حيث تقسم الأرض نفسها لترتفع منها بعض من أشد الجبال ارتفاعاً على ظهر الكوكب. هنا تبتعد الصفائح عن بعضها البعض مثل سيول ناقلة تتحرك في اتجاهين متعاكسين. تنشأ قشرة جديدة بينما تتدفق الحمم لتملأ الفراغ. جزء كبير من هذا الترشح الحاصل تحت الماء يتخذ شكل وسادة من الحمم. بينما تتفجر الحمم الحارة على قاع المحيط البارد تصبح الفقاعة المستديرة صلبة على الفور. وبينما تتدفق المزيد من الحمم من باطن الأرض تتوسع الوسادة وتتشكل وسادات جديدة بينما يزداد الضغط. والمدهش بالقدر نفسه هي المداخن التي تنفث الدخان والموجودة على طول الحافة. يسخن الماء الملاصق لقاع المحيط بسبب هذا النشاط البركاني لينفجر نحو الأعلى. في المداخن السوداء الهائلة تتجاوز درجات حرارة الماء 350 درجة مئوية فيتدفق بقوة.
يعتقد أن كل نقطة ماء موجودة في محيطات العالم تمر عبر منافس حرمائية مرة كل 3 ملايين عام. ثمة أرض واحدة ساحرة حيث تتصدع الأرض ولا تحتاج إلى غواصة لرؤيتها. لا داعي حتى بأن تبلل قدميك. هذه أيسلندا، حيث استطاعت أعراف منتصف المحيط الصعود إلى اليابسة. هنا تطوي الأرض عصارتها الخاصة. الكثير منها يستمتع بها البشر الذين يرحبون بغطسة في منتجعات المياه المعدنية الجوفية الساخنة التي تنتشر في كثير من الأحيان في الأراضي القاسية المؤلفة من الصخور السوداء والثلج الأبيض المزرق. هنا أيضاً يمكنك الوقوف وإحدى قدميك في أمريكا والأخرى في أوروبا من الناحية الجيولوجية، لأنه هنا على هذه المنحدرات يقع الحد الفاصل بين الصفيحتين. إذا وقفت هنا 40 عاماً ستبتعد قدماك عن بعضهما مسافة 1.80 متراً. أسفل هذه المنحدرات تقع سهول البرلمان ثينكفيلر، المكان الوحيد الذي كان فيه مجلس النواب الأيسلندي القديم، وهو مؤسسة ديمقراطية أسست قبل أكثر من 1000 عام. في هذا المدرج الطبيعي وضعت القوانين وعقدت المحاكمات. على بعد مسافة قصيرة شمال المنحدر تقع دريكينغ أرهيلر أو بركة الغرق، وهي بركة صافية للغاية حيث كان يتم إغراق النساء الخائنات. هذه واحدة من أكثر المناطق النشطة جيولوجياً في العالم. حتى أسفل أنهار أيسلندا الجليدية المدهشة تثور البراكين، وحتى برك الماء التي تبدو كلاسيكية تطلعنا على العنف الهادر الذي يقع أسفل الجزيرة. إذا انتظرت قليلاً، ما إن تبدأ المياه بالانتفاخ، من الجيد أن تتراجع قليلاً. إن كلمة جايزر أي نبع ماء حار أيسلندية، وهذا منطقي. وإذا فاتك انتظر لبضع دقائق. عند الوقوف هنا حيث تلتقي أوروبا بأمريكا الشمالية والنظر إلى الشرق أو الغرب، عليك أن تتساءل ما الذي ستقوم به هذه الأماكن عند الحواف البعيدة. ستتوصل إلى خلاصة تقول بأنه إن كانت الأرض تتوسع هنا فلابد بأن هناك اصطدامات مهلكة تحدث في مكان آخر. اتجه شرقاً وستجد أن طوكيو المزدحمة تقع حيث تصطدم الصفيحة الأوراسيوية بصفيحتي المحيط الهادئ وبحر الفلبين. دعونا نتحقق من الاتجاه الآخر، غرب أيسلندا. هنا سنجد صدع سان أندريز حيث تصطدم الصفيحة الأمريكية بصفيحة المحيط الهادئ فيمتد قبالة شواطئ سان فرانسيسكو. طوكيو، سان فرانسيسكو، ما القاسم المشترك بين هذين المكانين؟ من الناحية الجيولوجية هي مدن تنتظر الموت. كيف وصلنا إلى هذا إذن؟ حيث نجد بعضاً من أضخم المدن معرضة للانقراض. للإجابة على ذلك علينا أن نعود إلى البداية. قبل 4.6 مليار عام على حافة الذراع الحلزوني لمجرة غامضة جداً، بدأت كمية كبيرة من الغبار الكوني بالدوران في رقصة بطيئة للجاذبية. الحجارة والغازات هي بقايا لعدة نجوم انفجرت قبل وقت طويل. بعد قرابة 100 عام تقريباً بدأت هذه الخردة الفضائية بالتجمع بسبب قوة الجاذبية لتبعث الضوء بسبب طاقة الاصطدامات المدهشة. تصطدم الكويكبات ببعضها البعض مما يتسبب بتحطم بعضها ودمج بعضها الآخر. سيصبح أحد الكويكبات الأرض وهو يعاني من انفجارات كارثية مستمرة وينتفخ ليتحول إلى كرة مصهورة متوهجة. بعد حوالي 100 مليون عام بعد أن بدأت الأرض بالتشكل طرأ تغيير ما،
الحمم البركانية بدأت تبرد وتصبح بلون داكن لتتحول إلى قشرة. حالياً ستستمر القشرة بالذوبان، لكنها البداية. ثم سيحدث شيء مدهش حقاً، الجزيئات الأخف وزناً من الأرض المنصهرة المسمى الكيراتون تطفو على السطح وتلتصق لتشكل بدايات القشرة الأرضية الدائمة. في تلك الأثناء كانت الحمم في سطح الأرض الأولية تبعث بخار الماء وغازات أخرى. في النهاية أصبح الغلاف الجوي مشبعاً جداً ببخار الماء، بحيث بدأ هطول المطر واستمر هطول المطر ليغمر الحمم البركانية لمدة مليون عام. بالتحليق مروراً بالأرض في هذا الوقت سنرى محيطاً رمادياً واسعاً أسفل سماء حمراء مسطرة بالبراكين وكتلاً أرضية صغيرة. ورغم أن هذا مستبعد جداً، إلا أن الحياة كانت قد بدأت. هذه الحياة في المحيطات التي أوجدتها ربما تبخرت عدة مرات بسبب الانفجارات الكارثية التي أبطأت من سرعتها ولم تتوقف بعد. بدأت الأرض تتخذ شكلها النهائي قشرة، وهي طبقة رقيقة جداً بحيث تكون أرق من الورقة، وكانت الأرض بحجم كرة السلة، وأسفلها يوجد الوشاح شبه الصلب الذي يغلي بصورة بطيئة جداً. وأخيراً نواتان، نواة من الحديد السائل تنشئ مجالاً مغناطيسياً ليساعد على حمايتنا من الرياح الكونية القاتلة القادمة من شمسنا، ونواة داخلية صلبة من النيكل. في هذا الوقت بدأت عملية تكتونيات الصفائح المدهشة، لكننا لا نعرف كيف ومتى بدأت بالتحديد. ما الذي حدث بعد ذلك؟ ربما عليكم ربط الأحزمة، فهي ستكون رحلة وعرة. إليكم ما من المحتمل بأنه قد حدث. في البداية حظيت الكيراتونات وقارة واحدة تدعى إير بالكوكب بأكمله، ثم بعد حوالي نصف مليار عام تشكلت أرتيكا، ثم بعد نصف مليار عام أخرى قبل تشكل أطلانتا ظلت القارة عائمة وحيدة، حتى قبل مليار وثمانمائة مليون عام اصطدمت أرتيكا بما أصبح الآن إيسترن أند أرتيكا لتشكل نينا، ثم نينا وأطلانتا وإير اصطدمت ببعضها قبل مليار عام لتشكل القارة الضخمة رودينيا. بعد حوالي 300 مليون عام انفصلت القارات الثلاث واندمجت معاً في شكل جديد بانجيا، ثم انفصلت بانجيا أيضاً. حين انفصلت بانجيا انفصلت إير وأطلانتا أيضاً. إن كنتم تشعرون بالارتباك قفوا في الصف حتى الأرض تبدو مرتبكة. كل هذه الحركة جعلت الكثير من الأماكن المستبعدة مجاورة لبعضها البعض آنذاك. كان ساحل أمريكا الشمالية الشرقي مجاوراً لتشيلي، كانت كاليفورنيا وأستراليا جارتين، هذا إن لم تكونا متصلتين، والبرازيل إما كانت متصلة بنيجيريا أو قريبة جداً منها. أعيد آلة الزمن الخاصة بالأرض إلى الوراء وستعلمون السبب، لكن مهما استعرضتم سباق القارات سيظل هناك سؤال واحد: ما الذي يحركها؟ إنه الجحيم على ما يبدو. القوة التي تحرك الصفائح هي الحركة البطيئة للوشاح شبه الصلب الحار جداً الذي يقع أسفل الصفائح المتصلبة، كالحساء الساخن تغلي الصهارة بصورة بطيئة. إن الصهارة ساخنة جداً الطافية على السطح تبرد تدريجياً ثم تعود لتغرق إلى أسفل القدر، حيث تسخن ثانية وتطفو مرة أخرى. تتكرر هذه الدورة لتوليد خلايا أو تيار الحمل الحراري، لكن من أين المصدر الحراري الذي يجعل حساء الأرض يستمر في أدائه البهلواني؟ معظمه ناجم عن الاصطدامات النشطة المدهشة وعمليات التحطم الناجمة عن الجاذبية والتي كانت السبب في نشأة الأرض، فهو ما يزال محصوراً في الأسفل لكنه يطلقه إلى الخارج.
وهناك أمر آخر في الأعماق المصهورة يجعل منه كنوزاً ساخنة جداً، المادة المشعة. يحتوي بطن هذا الوحش على الكثير من اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى، وجميعها تطلق الحرارة بينما هي تضمحل. هذا الاضمحلال يبطئ إلى حد كبير المعدل الذي تبرد فيه الأرض. ماذا يعني هذا على السطح إذن؟ أمرين: أولاً، تندفع الصهارة عبر الأعراف في أماكن مثل أيسلندا، حيث تتصدع الأرض في الأسفل تقوم بدفع الصفائح في كل القارات لتفصلها. ثانياً، ما يحدث في الطرف الآخر من هذه الصفائح في مجال الاصطدام قد يكون بنفس القدر من الأهمية. هنا حيث تنزل الصفائح الأثقل وزناً تحت الأخف وزناً ثم إلى الأسفل بسبب الجاذبية، فتحفر لتشق طريقها على طول الصفائح باتجاه عالم النسيان في الوشاح. هذا ما نعرفه أو ما نعتقد بأننا نعرفه، لكن تفاصيل ما يحدث في أعماق الأرض والذي يحرك الصفائح التكتونية قد لا نعرفها أبداً. لكن ما يتفق عليه جميع العلماء حالياً هو فرضية أن كل شيء على كوكبنا قد تشكل بسبب تكتونيات الصفائح، بما في ذلك المشهد الهائل للحياة نفسها. مزخم ناتج عن هذه القوى، لمحة واحدة للمرتفعات الشاهقة لأشد سمات الأرض بروزاً ستكون غنية جداً بالمعلومات المفيدة. هذه هي جبال الهيمالايا التي يتوجها مجد قمة إيفرست. بالنسبة لمن حاولوا تسلقها تبدو خالدة وثابتة وصلبة بشكل لا يرحم، لكن إيفرست ورفاقها من جبال الهيمالايا تزحف إلى الأمام بينما نتحدث. وهذا تذكير مدهش على أن سباق سطح الأرض يقزم أي قوة قد يولدها البشر. تحتوي جبال الهيمالايا المهيبة على 96 من بين أعلى 100 جبل على وجه البسيطة، وإيفرست هي أعلاها جميعاً، لتعلو في السماء على ارتفاع 8848 متراً. أعلى قمة إيفرست ستجدون شيئاً مذهلاً، الأحافير. إنها أحافير لكائنات بحرية من عائلة الترايلوبايت، ويتجاوز عمر بعضها 500 مليون عام. كيف انتهى بها المطاف على هذا الارتفاع الشاهق؟ هذه الحادثة الأرضية المثيرة ربما حدثت حين اصطدمت القارات ببعضها، والنتيجة تضفي معنى جديدا لمصطلح الحراك نحو الأعلى. دعونا نعيد تاريخ الأرض إلى أوله، إلى حوالي 175 مليون عام. ثمة شيء نشك بأنه يشبه الهند، انفصل عن الطرف الجنوبي الشرقي من إفريقيا ويبدأ بالابتعاد شمالاً، ثم قبل 50 مليون عام بوم، الحافة الداخلية من الصفيحة الهندية وهي قشرة محيطية اصطدمت بالصفيحة الأوراسيوية القارية حين التقت القارتان ببعضهما. اشتبكت القشرة نحو الأعلى فزحفت الصفيحة الأوراسيوية فوق الصفيحة الهندية. إن اصطدام هاتين الصفيحتين قبل ملايين السنين أنشأ جبال الهيمالايا وهضبة التبت لتصل إلى ارتفاعها الشاهق الحالي، وهي ما زالت تنمو. أين ستتوقف؟ لا أحد يدري. تبين أجهزة التموضع العالمي المزروعة على القمة أن قمة إيفرست ترتفع إنشاً ونصف سنوياً، وبهذه الطريقة وصلت هذه الكائنات البحرية الصغيرة الترايلوبايت إلى هناك. كانت تعيش في البحر الذي أغلقته الهند قبل أن تندمج مع آسيا مباشرةً. صدقوا أو لا تصدقوا، تكاد لا تكون هناك سابقة للهيمالايا في تاريخ الأرض. دعونا نعيد الأرض إلى الوراء لحوالي 450 مليون عام. أتذكرون بانجيا القارة العملاقة؟ قبل تشكل بانجيا كانت هناك قارتان عملاقتان، واحدة كان اسمها لوراسيا والأخرى كان اسمها غاندوانا. حين اصطدمت لوراسيا وغاندوانا ببعضهما، ربما كانت السلسلة الجبلية الناجمة عن هذا الاصطدام هي الأضخم من أي واحدة شهدها العالم يوماً، لتنشأ إيفرست وأخواتها.
مع تقدم الزمن طمست التعرية كل آثار مرتفعات هذه السلسلة الجبلية. كل ما بقي هي الأعقاب كما في الأسنان البالية وأماكن كجبال الأبلاش شرق أمريكا الشمالية. الكثير يحدث عند اصطدام القارات، لكن هذا مجرد غيض من فيض في رحلتنا عبر الاصطدامات الأرضية. أحياناً تصطدم صفائح القارية بصفائح قيعان المحيطات، وأحياناً يصطدم قاع المحيط بقاع محيط آخر، وأحياناً تحتك الصفائح ببعضها البعض كالسفن التي تصطدم بأخرى لمرورها قريباً جداً من بعضها. هذا كله لتنشأ طبوغرافيا مدهشة كقمة إيفرست. حين تصطدم الصفيحة القارية الأخف وزناً بصفيحة قاع المحيط الأثقل وزناً، يغوص قاع المحيط إلى الأسفل لينشئ أعمق أجزاء المحيطات، إنها الخنادق. دعونا نصرف مياه الكوكب مرة أخرى لإلقاء نظرة على قاع المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية. هنا دخلت الصفيحة المحيطية أسفل الصفيحة القارية لصفيحة أمريكا الجنوبية، وفي المقابل ارتفعت صفيحة أمريكا الجنوبية الأخف وزناً إلى الأعلى لتشكل جبال الأنديز الشاهقة، عمود القارة الفقري. هنا تقع الزلازل الأسطورية الهائلة وتثور البراكين الفتاكة. في بعض الأماكن بالطبع تتلاقى صفيحة محيطية بشكل محتم بصفيحة محيطية أخرى لتكون النتيجة رقصة تلاق كارثية نحو الأسفل تنشئ زلازل مدمرة. خندق ماريانا الموازي لجزر ماريانا مثلاً يتميز بصفيحة المحيط الهادئ التي تتحرك بسرعة والتي تلتقي بالصفيحة الفلبينية الأبطأ. العمق الهائل الموجود في الطرف الجنوبي لخندق ماريانا يغوص عميقاً حتى قشرة الأرض، لدرجة أن بإمكانكم قلب قمة إيفرست رأساً على عقب ووضعها في الداخل بسهولة. عبر ملايين السنين شكلت الحمم المتدفقة صخوراً بركانية في قاع المحيط والتي تتراكم إلى أن يرتفع بركان يقع تحت الماء فوق سطح البحر ليشكل جزيرة بركانية. البراكين المماثلة لهذا ترتبط في سلاسل تدعى أقواس الجزر نتيجة تهذيب الصفائح التكتونية المعقدة لصفيحة المحيط الهادئ العملاقة، مع ما يصاحب ذلك من ارتداد وغوص واحتكاك يسميها الجيولوجيون حلقة النار، وهم لا يمزحون. تمر الحلقة بسرعة وتخترق جاوة والفلبين واليابان وروسيا وتدمدم شرقاً نحو سلسلة جزر ألوشيان باتجاه ألاسكا، ثم تنعطف بقوة إلى الجنوب باتجاه الساحل الغربي لأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، لتجد الزلازل والبراكين وموجات تسونامي المدمرة لنفسها موطناً في حلقة النار هذه. هذا يثير سؤالاً مهماً، إلى أين يذهب سكان الأرض ليجدوا مكاناً جميلاً وهادئاً ومستقراً من الناحية الجيولوجية ليستقروا فيه؟ من الواضح بأنه ليس في هذه الأماكن التي تتصدع فيها الأرض وتنشئ البراكين والزلازل، ولا في الأماكن التي تصطدم الأرض فيها ببعضها البعض لتنشئ براكين وزلازل وموجات تسونامي أسوأ وما إلى ذلك. ربما يمكننا التراجع بسلام إلى مركز الصفائح المختلفة لنستمتع بجمالها الهادئ ودروبها المريحة وملمس الصخور الصلبة والمتحركة أسفل أقدامنا، صحيح؟ خطأ. بعض من أعنف وأشد الأماكن إرهاباً تقع وسط صفائح العملاقة، وهي تقبع هناك ببساطة بلا حراك متجاهلة ما يحدث على الأطراف البعيدة، ولا أحد يعلم تماماً لماذا لا تفعل ذلك. للحصول على لمحة لما قد يصبح جزءاً مستقراً بشكل رائع من العالم من حيث هذه العملية، دعونا نعود إلى الفردوس. هاواي إنها تبعد آلاف الكيلومترات عن حلقة النار في منتصف صفيحة المحيط الهادئ العملاقة. بعيداً عن الأحداث، كيف وصلت إلى هنا إذن؟
يبدو أن هاواي هي مجرد البداية فقط، أو بداية جبل النار من كمية هائلة. ثمة عشرات الأماكن المماثلة لهذا حول العالم، وهي كهاواي عادة ما تبدو جزيرة حميدة وجميلة، وهي تدعى البقعة الساخنة. لكن لا تتعلق بهاواي، ثمة بقعة بركانية ساخنة هناك تهدد بمحو العالم الذي نعرفه الآن. أتريدون أن تعرفوا أي البراكين سيشكل صورة هائلة للإجازة؟ وأيها قد يقتل مئات آلاف الأشخاص؟ وأيها يمكنه تدمير الحياة على الأرض؟ بما في ذلك نحن ربما؟ حان الوقت للغوص في الأعماق المشتعلة والمتفجرة في عالم الحمم. البراكين. ها نحن ذا، عدنا إلى هاواي بعيداً عن أطراف الجحيم في المحيط الهادئ المعروفة بحلقة النار، حيث تثور البراكين وتتفجر بشكل كارثي وتمزق الزلازل الأرض إرباً إرباً لتسوي المدن بالأرض وتقذف موجات عملاقة باتجاه الشاطئ لتودي بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. هنا تميل الحمم للتسرب والتراشق خارج البراكين المكبوتة، وهي تلتهم كل شيء في طريقها بما في ذلك مساكن البشر، لكنها عادة لا تتحرك بسرعة تفوق سرعة المشي إلا ما ندر أن تنفجر براكين هاواي بقوة. ما هو سر هاواي؟ سحابة بركانية من الصهارة، وهي بقعة ساخنة ترتفع من أعماق الأرض من الوشاح المصهور، والتي تستطيع بطريقة ما اختراق القشرة نحو صفيحة المحيط الهادئ العملاقة. وقد شكلت بتعاقبها سلسلة جزر هاواي إلى أن وصلت إلى هنا أسفل الجزيرة الكبرى الويهي، حيث يقع البركان الصغير الذي لن يخترق السطح قبل مضي 50,000 عام على الأقل. لأن صفيحة المحيط الهادئ تتجه باتجاه الشمال الغربي، تظل البقعة الساخنة ثابتة، يتم جرف كل جزيرة بينما تتشكل جزيرة أخرى. غير أن الصهارة الموجودة أسفل هاواي تسيل، وما إن تظهر الحمم البركانية من مخبئها حتى تجري بصورة سائلة تقريباً، إنها تتدفق من أسفل صفيحة المحيط الهادئ منذ ملايين السنين. تتراكم طبقة تلو الأخرى من حقول الحمم البركانية المسطحة تقريباً لتشكل براكين مستديرة ترتفع تدريجياً من قاع البحر، تدعى هذه بالبراكين الدرعية بسبب شكلها المنحني بشكل بسيط. ورغم أنها غالباً لا تكون عنيفة، على المرء ألا يستخف بالقوة المهولة للبراكين الدرعية الموجودة أسفل الجزيرة الكبرى هاواي، وهي خامدة الآن لكنها ما زالت تنمو. إنها تقع على ارتفاع 4,170 متراً فوق سطح البحر، مما يعني بأنها ترتفع أكثر من 8,840 متراً فوق قاع المحيط العميق. هذا الكائن الجيولوجي المذهل سيكون أطول من إيفرست لو لم يكن معظمه تحت الماء. إن اكتساب هاواي البطيئة والمستمرة للارتفاع آت من تلك الحمم البركانية الرقيقة والتي تأتي في صورتين: باهوي هوي وآآ لافا. باهوي هوي هي تدفق ناعم وسلس للحمم البركانية، وهي تشكل معظم الحمم البركانية المتدفقة من براكينها. آآآ هي تدفق لقطع محطمة من الحمم. تقول الأساطير بأن آآ لافا حصلت على اسمها من الأصوات التي صرخ بها الناس حفاة الأقدام عند سيرهم على سطح أطرافها الحادة الزجاجية. إنها مجرد أسطورة. آآآ تعني في الواقع حجري بلغة هاواي. في الذاكرة الإنسانية لم تسلب الحمم البركانية في هاواي سوى عدد قليل جدا من الأرواح، ربما 5 في القرن الماضي، وحوالي 100 شخص تقريبا صادف أنهم كانوا في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب في القرن 18. قارنوا ذلك مع الخسائر التي سببتها البراكين الأخرى في الأماكن الأخرى. لقي 6,000 شخص مصرعهم بسبب بركان كراكاتو في أندونيسيا. كان الصوت الناجم عن انفجاره واحداً من أعلى الأصوات التي سمعها البشر.
لقي 30,000 شخص مصرعهم بسبب بيلي في الكاريبي، وآلاف آخرون بسبب بركاني فيزوف وإتنا في إيطاليا. هذه الخسائر نجمت بشكل مباشر عن البراكين، هذا لا يشمل مئات الآلاف الذين لقوا حتفهم على مر العصور بسبب براكين أضخم التي أثرت على المناخ وأتلفت المحاصيل لسنوات بعد ثورانها. لماذا البراكين التي انتقدت أسماؤها عبر التاريخ حين تنفجر تحدث تغييراً هائلاً؟ لماذا يختلف هذا عن هذا أو هذا؟ هذه تبدو براكين حقيقية وهي تقتل كالبراكين الحقيقية، إنها مخاريط وهي تبعث الدخان وتثور فتفتح أبواب الجحيم. أهلا بكم إلى العظمة الفتاكة للبركان المركب، والمعروف أيضا بالبركان الطبقي. على خلاف براكين هاواي الدرعية المسطحة والواسعة، البراكين المركبة مرتفعة ذات جوانب منحدرة وهي عنيفة. إن حدة منحدراتها تلمح بشدة إلى قوتها التدميرية. البراكين المركبة الشهيرة الأخرى تشمل جبل فوجي في اليابان، كوتوباكسي في الإكوادور، بركاني شاستا ولاسن في كاليفورنيا، جبل سان هيلين وجبل رينير في واشنطن، وجبل بيناتوبو في الفلبين. بعضها خامد وبعضها الآخر ينفث الدخان وبعضها ينتظر. السبب؟ يبدو أن شخصية الحمم البركانية تختلف من مكان إلى آخر، وتكون في بعض الأماكن متفجرة للغاية. هذه الحمم البركانية من جبل أونزن في اليابان، لاحظوا كيف لا تجري ولا تتدفق ولا تتراشق ولا تفعل أي شيء يبدو ممتعاً من بعيد. وهذا جبل سورات، لاحظوا بأنه قابع في مكانه، يتكتل ويكفهر وينتفخ وهو خامد كلياً. وإن سألتموه كيف يشعره هذا سيقول لا بأس، ويستدير ليغلي ويطلق البخار. حتى في درجات الحرارة العالية لا يذوب، فهو دبق للغاية لدرجة أنه يبرز على شكل قبة، تركيب يطلق الدخان لقنبلة طبيعية. سلطوا مزيداً من الضغط من وشاح الأرض فتتناثر الحمم البركانية بشكل متفجر لترسل سحابة من الرماد المشتعل تقذفها نحو السماء، وما ارتفع شيء إلا وقع. إن العودة المفاجئة للرماد المشتعل إلى الأرض تدعى مقذوفات الفتات الناري، وهو سيل مشتعل من مواد أشد سخونة من فرنكم وتتحرك بسرعة القطار السريع. إنها ما أوقف الزمن بالنسبة للرومان المساكين الذين كانوا في بومبي في قبر من الرماد المشتعل حين حاولوا الفرار. إنهما ابتلع بلدة يابانية بعد قتل بعض من أشد علماء البراكين خبرة في العالم، كما أنه أيضاً ما ترك عاصمة جنة الكاريبي المسمى مونتسيرات مدمرة. وما يزال الجبل المليء بالدخان ينفث الدخان بشكل خطر حتى يومنا هذا. في جميع أنحاء العالم تغلي البراكين الطبقية الشبيهة بهذه وموادها المتفجرة المتراكمة وتنفث الدخان بانتظار أن تشعل الصهارة الموجودة أسفلها فتيل الحمم البركانية لتنفجر. المثير للدهشة بأنه رغم الدمار والخسائر في الأرواح التي تخلفها براكين كهذه للبشرية، فهي بسيطة مقارنة بما قد يخبئه لنا عالم الحمم البركانية. والآن نصل إلى القنابل الموقوتة الهائلة الثلاث لتكتونيات الصفائح والتي تقع في مكان ما في مستقبل الأرض، البركان الهائل وزلزال القوي وموجة تسونامي العملاقة. في اليوم الذي تلا عيد الميلاد عام 2004 اختبر العالم واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية على الإطلاق، موجة تسونامي ضخمة. سبب هذا الدمار الهائل أقوى أنواع الزلازل على وجه الأرض، الزلازل هائلة القوة في أعماق المحيط الهندي، وقد أودى بحياة قرابة 1/4 مليون شخص.
لكن لو حدث زلزال هائل القوة قرب السطح لكانت الخسائر أكبر بكثير. يحدث الزلزال هائل القوة حين تنحني إحدى صفائح القارية أو تغوص تحت صفيحة أخرى. إذا علقت الصفيحة السفلية تحت الصفيحة العلوية يتعزز الضغط في الصفيحة السفلية فجأة ويتحرر بشكل كارثي، فيحدث زلزال ضخم هائل القوة. ويعتقد بشدة بأنه أقوى أنواع الزلازل التي قد تولدها الأرض، وعادة ما تصل قوتها حتى 9 درجات أو أكثر على مقياس ريختر. وإذا حدث واحد مثله في اليابسة في منطقة مأهولة بالسكان، ماذا سيحدث حينها؟ أهلا بكم ثانية في طوكيو، وهي مدينة تضم أكثر من 12 مليون نسمة يعيشون في صدع ذي ضغط هائل. توفي حوالي 100,000 شخص في زلزال طوكيو العظيم عام 1923، الصدع على موعد لينزلق ثانية. تدفع صهارة صفيحة الفلبين البحرية وصفيحة المحيط الهادئ أسفل الصفيحة الأوراسيوية، والتي اعتقد بأنها كانت يوماً على عمق 38 كيلومتراً تحت سطح البحر. نحن نعلم بأن قمم الصفائح تقع على عمق يقل عن 5 كيلومترات، لهذا السبب يسمي الخبراء طوكيو مدينة تنتظر الموت. حين تحدث الضربة الكبرى، هل ستسوى طوكيو بالأرض؟ طوكيو هي بؤرة جيولوجية يمكنها أن تنشئ موجة تسونامي هائلة الحجم، لكن تبين أن الزلازل ليست وحدها ما يمكنه أن ينشئ موجة تسونامي ضخمة. أسفل طرق الساحل الجميل لجزيرة هاواي الكبرى بعيداً عن الأنظار تقع أكوام من الركام تمتد كيلومترات تحت سطح البحر. يبدو أن هذا الركام لم يصل إلى هناك تدريجياً، بدلاً من ذلك جزء من بركان سفلي ثانوي ربما انهار بشكل كارثي لينهار في البحر قبل 100,000 عام منشئاً موجة تسونامي عملاقة ارتدت على الجزر. الأمواج التي وصل ارتفاعها لحوالي 0.5 كيلومتر اجتاحت اليابسة لتقذف شعاباً مرجانية مسافة 1450 متراً أعلى حواف البركان، لكانت قزمت موجة تسونامي التي حدثت عام 2004. قبالة منحدرات ماواي الحادة يوجد المزيد من الركام تحت سطح البحر، وهذا دليل على حدوث انزلاق أرضي ضخم. يبدو أن هذه الأمور تحدث كل 200 عام ونيف تقريبا، لذا لا داعي للقلق الآن. ربما، لكن هاواي ليست المكان الوحيد حيث تتحطم البراكين الضخمة أو تتآكل وتتكئ بشكل خطر خارج البحر. هذه هي جزيرة لابوما في جزر الكناري. عام 1949 ثار البركان الجنوبي في الجزيرة ليحطم قطعة ضخمة من نصف البركان الغربي. في النهاية انهار ذلك الجانب الغربي ليقذف منطقة يبلغ حجمها 3 أضعاف مساحة باريس، وبسمك يبلغ 1.1 كيلومتر نحو المحيط الأطلسي باتجاه أمريكا الشمالية مباشرة. ما الذي قد يحدث حين ينهار البركان الموجود في لابوما؟ يتوقع بعض العلماء حدوث موجة أضخم بكثير من أي شيء شهدناه في العصور الحديثة. قد تصطدم مياه بارتفاع 8 طوابق في الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتغمر بوسطن ونيويورك والعاصمة واشنطن في تعاقب سريع قبل اتجاهها نحو الشاطئ واجتياح جزر الكاريبي. من الصعب التصور أن الأرض ربما تخبئ لنا الأسوأ، لكنها كذلك بالفعل، ويقول البعض بأنها تأخرت. لا يوجد مشهد طبيعي كهذا، تنفجر هنا ينابيع حارة أكثر من أي مكان آخر في العالم. هذا أول متنزه قومي في العالم، يلوستون، غير أن مصدر الجذب السياحي الأكبر في أمريكا هو عبارة عن قنبلة موقوتة أيضاً ذات أبعاد لا يمكن تصورها.
إنه شيء مهلك لدرجة أنه قد يطيح بحضارة كاملة ويطمسها كلياً. أوائل الجيولوجيين الذين زاروا يلوستون أدركوا أن كل هذا الجمال يضم خصائص جيولوجية مقلقة، لكن العديد خمنوا بأنه لعدم وجود قمة بركانية أو فوهة مرئية لا يشكل يلوستون تهديداً. هذا لأنهم كانوا ينظرون إلى يلوستون من الأرض. انظروا إلى يلوستون عبر صورة الأقمار الصناعية فيتوضح شيء هائل ومخيف لكم. كل المتنزه تقريباً هو عبارة عن فوهة بركانية تدعى دارا، يصل قطرها إلى 80 كيلومتراً تقريباً. يلوستون هو واحد من أندر وأسوأ الظواهر الجيولوجية على وجه الأرض، البركان الهائل. تبين بأن يلوستون على غرار هاواي، بقعة ساخنة ويحتوي على سحابة من الصهارة التي تتدفق من الوشاح. وعلى غرار هاواي أيضاً يلوستون نشط دوماً على مستوى معين نشهده في أصواته الجميلة وعروض أضوائه. لكن على خلاف هاواي، حين ينفجر يلوستون فسينفجر بحق. حالياً الصهارة الموجودة أسفل السطح تجعل يلوستون يتنفس. ترتفع اليابسة هنا وتنخفض لبضعة أمتار غالباً. تنبأ العلماء أنه يوماً ما هذه الحمم البركانية الذائبة المتنفخة ستنفجر وتخترق قشرة الأرض، لكن السؤال هو متى؟ يبدو أن يلوستون يثور في موعد محدد كل 600,000 عام ونيف، وكان آخر ثوران له قبل 640,000 عام. يا إلهي، هذا مرعب. كان آخر ثوران لبركان هائل في توبا في سومطرة قبل 74,000 عام، كان أعظم بخمس مرات من جبل سان هيلين، ربما غير الحياة على الأرض إلى الأبد. قذفت كمية كبيرة من الرماد في الغلاف الجوي لدرجة أنه حجب الشمس، وربما انخفضت درجة الحرارة في كل مكان في العالم. المطر الهاطل كان ساماً جداً بسبب الغازات، وربما أصبح حمضياً بشدة. ربما عانت الحياة النباتية في أرجاء العالم، حتى أن الإنسان ربما وصل إلى حافة الانقراض. انخفض عدد السكان ليصل إلى بضعة آلاف فقط، مما قد يشرح سبب قلة تنوع موروثاتنا الجينية. ماذا لو ثار يلوستون في الوقت الحاضر؟ هل ستصمد البشرية؟ لا أحد يعلم حقاً. لكن النبأ السار هو أنه حتى لو تفجرت البشرية وتحولت إلى رماد، ستستمر الأرض بالعيش ككائن حي يتنفس بمفرده، وسيستمر سباق زحزحة القارات دون توقف بفضل زخم حركة تكتونية الصفائح. يمكننا أن نقدم الوقت لنحظى بلمحة عن المستقبل المحتمل. إن استمر كل شيء بمساره الحالي، قد نرى كاليفورنيا تبحر نحو المحيط الهادئ. سيتقلص المحيط الهادئ بينما يمتد المحيط الهندي ليسود في الكوكب. ستتجه إفريقيا باتجاه الشمال لتغلق البحر المتوسط لتتكوم أكثر فأكثر وتنشئ جبالاً تمتد من باريس حتى الهند. وتصطدم أستراليا بآسيا ويتسع البحر الأحمر ليصبح محيطاً جديداً بحجم الأطلسي. كم قد ترتفع قمة إيفرست؟ سيزداد ارتفاع قمة إيفرست، لكن العلماء يعتقدون بأنها ستبدأ بالانهيار بسبب وزنها الثقيل. من الواضح بأن هذا الكوكب الذي وجدنا أنفسنا عليه خطر بفضل حركة الصهارة التي ننزلق عليها ونزعتها للدفع والسحب والانفجار، لكن ما نعتبره كارثة تلو الأخرى يعتبر شيئاً مختلفاً كلياً بالنسبة للأرض. عالم الحمم هو كائن حي يتنفس متحرك بحد ذاته، مليء بالضغوطات والقيود، يسعى دوماً للسكينة والتوازن رغم صراعاته الداخلية. تطلق البراكين الحرارة الداخلية وتحرر الزلازل الضغط إلى سطحه. ربما ولدت الحياة من الحمم البركانية، ربما على بلاد من العجائب الكيميائية التي أنشأتها المداخن الموجودة أسفل البحر الأولي.
إنها تدين بشكل شبه مؤكد بجزء كبير من تنوعها وصلابتها لتكتونيات الصفائح التي تفصل القارات وتدمجها معا ثانية. بدون الحمم البركانية سيكون العالم حجرا باردا بلا أي مزايا في الفضاء. بدلا من ذلك أنعم علينا بالمحيطات، وهو يجدد سطح الأرض ويزودها بأراض خصبة وغنية، وهو يحركنا دون أن يتأثر ودون أن يعرف، ويخبئ لنا الكثير بأصابع متوهجة وقبضات قوية.